في البرمان طقسيا تقرأ من الساعة الثالثة حتى الثانية عشر. لكن بعض كنائس تصلي الثالثة والستة فقط. لا طبعا. تمام. بشكرك يا أستاذ عبد المسيح. في برمون الميلاد وبرمون الغطاس يتصلى مزامير الثالثة والسادسة والتاسعة وغروب والنوم في القداس بتاع البرمون. وبنيجي بالليل للتلعيد ما بيكونش فيه مزامير إلا إذا يعني ممكن ملاحظة لحضرتك خدت بالك منها، في عيد الميلاد السنة دي كان البرمون يوم السبت. صحيح. عشان كده صلينا الجمعة. الجمعة يتصلى فيه التالتة والسادسة والتاسعة والغروب والنوم، يعني ده يوم يجوز فيه الصيام. لكن يوم السبت ما فيهوش صيام انقطاع طول السنة إلا السبت الكبير اللي هو قبل عيد الأيام. فده بيتصلى فيه تالتة وسادسة بس. عشان يوم سبت. عشان يوم سبت. تمام. ويجي بالليل ليلة العيد في قبل العشية تصلى التاسعة والغروب والنوم والعشية والتسبيحة وباكر والقداس. فانت جايز الملاحظه بتاعت حضرتك بس السنه دي عشان كان يوم سبت، عشان البرمون او اذا جه البرمون سبت او حد او حد طبعا ما يتصامش.